طيب انت ما قلتناش حاجه مهمه جدا يا دكتور احمد، ما قلتناش ايه المقاسات اللي بنعالجها. احنا بنعالج يا جماعه قصر النظر من ناقص نص لحد تقريبا 10 11 درجه، مع احترام سمكه القرنيه، ثبات النظر وسطح القرنيه. طيب وطول النظر تقريبا من درجه لحد 4 5 درجات، والاستجماتيزم لحد ناقص 5 او ناقص 6 ما فيش مشكله خالص، برضو مع احترام لسماكه القرنيه. طب نفر الجدل مريض سمك القرنيه بتاعه ضعيف جدا، نفر الجدل المريض مقاساته اعلى من المقاسات دي، ايه الحل؟ مش هيعمل حاجه، هيفضل لابس نظاره؟ ده اكتر مريض محتاج يخلص من النظاره. ده واحد مقاساته عاليه، ده ناقص 12 ناقص 13 ناقص 16 كمان، عايز يخلص من النظاره. النظاره بالنسبه له عباره عن عذاب، نظاره كبيره سمكها تخين شكلها وحش تقيله على العين. في حل؟ اه طبعا في حلول، في عندنا حاجه اسمها زراعه العدسات. زي ما بنحط عدسه لاصقه خارج العين، بنحط كمان عدسات دائمه داخل العين. العدسات دي حاجه اسمها الاي سي ال. الاي سي ال دي تكنولوجي جميله جدا، ليه؟ لان بزرع عدسه جوه العين فوق العدسه الطبيعيه. واحد شاب صغير عنده 20 او 25 سنه، عدسه الطبيعيه بتشتغل بتخليه يشوف يقرا بيها كويس قوي، لكن ما بيشوفش، عنده ناقص عالي، ازرع له عدسه فوق عدسته. زراعه العدسات فوق العدسه الطبيعيه ده احدث واحسن حاجه للمريض اللي مش نافع فيه تصحيح الابصار للقرنيه. قرنيته سمكتها ضعيفه، مقاسه عالي، مش هينفع له في هذه الحاله غير زراعه العدسات. زراعه العدسات انواع كثيره جدا، لكن احنا بنحب الاي سي ال. الاي سي ال تعتبر البيست تكنولوجي، بتعالج المرضى عندهم قصر نظر عالي، وفي منها كمان مفاجاه عايز اقول لكم عليها، في نوع اسمه التوريك اي سي ال. ايه التوريك دي يا دكتور احمد؟ كلمه توريك يعني كمان لو المريض عنده استجماتيزم عالي يبقى قصر نظر، مع استجماتيزم هقدر اعالج له الاثنين بزراعه هذه العدسات. بس انا دكتور احمد بخاف من زرع عدسات. ما تخافش، دي عمليه بسيطه جدا بتستغرق دقيقه او دقيقتين فقط لا غير، وشفنا فيديوهات كتيره ان احنا بنعملها ان شاء الله على الهواء ما بتاخدش غير دقائق. عمليه بسيطه جدا جدا وسهله جدا جدا وامنه جدا جدا. انا بشكركم وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.